إذا تتم ما يترتب عن نقص فيتامين دي. قلنا بعض الأمراض جهاز المناعة كيهاجم خلايا الجسم، خلايا ديال الجسم، يعني جهاز المناعة كيصوب جنود باش يهاجموا أجسام غريبة على الجسم، كيهاجموا خلايا ديال الجسم، حيت كيكون واحد التماثل أو واحد لا أجد الكلمة بالعربية، تيكون واحد التناسق بين البنية ديال هاد الأجسام الغريبة اللي تعرفهم جهاز المناعة وبين هاد المكونات ديال الجسم ديالنا. هاد الأمراض كذلك من بين العوامل نقص فيتامين دي. كذلك بعض، وهذا هو الأخطر، بعض السرطانات على المدى الطويل، بعض السرطانات مثل سرطان القولون، سرطان الثدي، سرطان البنكرياس، دراسات تبين أن نقص فيتامين دي يرفع من احتمال وقوع هذه الأمراض. نأخذ فقط مثال لسرطان القولون، أن فيتامين دي، دراسة مؤخرا وضحت أن فيتامين دي يحد وينقص من احتمال وقوع سرطان على مستوى القولون، والميكانيزم اللي كونو يعني الكيفية مبينة على المستوى العلمي. إذن هاد الأمور كاملة كنشوفوا خطورة نقص هاد الفيتامين اللي سبحان الله نقدروا ناخدوه فقط من أشعة الشمس، نتعرضوا لأشعة الشمس. فقط نزيد واحد الملاحظة، الناس اللي يقومون بأشغال شاقة، الناس اللي كيقوموا بمجهود عضلي وأشغال شاقة، بحال الناس اللي كيخدموا في البني، بحال الناس اللي كيخدموا في الطرقات، في الشونتيي، في الأشغال العمومية، فريمون الأعمال الشاقة، هادو يثبت الكالسيوم بنسبة أكبر على العظام، وكنلقاو هاد الناس العظام ديالهم أقوى من الناس اللي كيخدموا في الإدارات وكيخدموا في. إذن الحركة والمجهود العضلي والأعمال الشاقة، لا أتحدث على ركوب الدراجة والسباحة، أتحدث على الأعمال الشاقة، يعني مثلا اللي بغينا نشوفه في الجانب الرياضي، كاين العدو الريفي، كاين العدو مسافات طويلة، كاين حمل الأثقال، هادو رياضات كتزيد من تثبيت الكالسيوم على المستوى العظام، والعظم كيصبح أكثر صلابة وأكثر نضيف كذلك الناس اللي ما عندهمش منين فين او في البيت كيفاش يتعرضوا لأشعة الشمس، والناس اللي ما كيخرجوش لازم ياخذوا جرعات من فيتامين دي، علقوها على مستوى الأرزخانة من باب الاحتياط. وهذه دعوة نلتزموا كاملين في البيوت ديالنا، نحاولوا ما نخرجوش الا لضروره قصوى، ونحاولوا نحميو نفوسنا ونحميو الاهل ديالنا، وان شاء الله هذا الوباء يمر بسلام، ونسال الله العفو والعافيه. اللهم احفظنا وارحمنا، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، نلزم باذن الله الاستغفار، نقوم بحمية غذائية، نقوم بعض التمرينات الرياضية في المنزل، ونتعرض لأشعة الشمس. هذه فرصة نراجع نفوسنا ونحاول نتواصل مع الناس اللي كنعيشوا معاهم في المحيط ديالنا، هذه فرصة كذلك
ديروا وقفة مع الذات، شوفوا الأمور اللي أنجزناها والأمور التي لم ننجزها، ونسأل الله العفو والعافية، نمتثلوا الأوامر ديال السلطات، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.